السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في المرة الأولى عن الـ Components تبع الـ Data Communication، واتفقنا إنها خمسة Components: Sender و Message و Transmission Medium، Receiver، Protocol. بنتكلم اليوم بشكل أكثر عن الـ Transmission Medium. بالنسبة للـ Transmission Medium، في معي نوعين اثنين من الـ Transmission Medium، أول الطريقة اللي تنقل فيها الرسالة عن طريق شيئين اثنين، أو الميديا الوسط اللي ينقل فيه الديتا، هي نوعين اثنين. إما يكون هذا النوع يسمونه guided أو يسموه wired، وهذا يكون physically عبارة عن أسلاك cables، أو يكون unguided اللي هو wireless، ما يكونش فيه شيء physical، يعني يتم نقله بشكل لاسلكي. بالنسبة للجايدد في ثلاثة أنواع رئيسية، اللي هي توستد بير كيبل، وفي منه نوعين، وفي الكوأكسل كيبل، وفي الفايبر أوبتيك. بنتكلم على كل نوع. بنتكلم عن الجايدد وايرد بفيديو، وعن الانجايدد وايرد بفيديو تاني. بالنسبة للانجايدد وايرد، في معي ثلاثة كمان أنواع، اللي هي الراديو ويف، المايكروويف، والإنفراريد. وبالتالي هدول هم النوعين اللي او طرق نقل الديتا، يكون اما عن فيزيكال، يعني كيبلز فيزيكال يكونوا اللي هو جايدد، او بشكل لاسلكي باستخدام احدى الثلاث الطرق، اللي هي الراديو ويف، مايكرويف، او انفراريد.